النهاردة اليوم مغيم خالص وفي مطر وبنستعد عشان ننزل نجيب طلبات للبيت لان يعني مطر مش مطر <تصفيق> <تصفيق> يعني الواحد هيعمل ايه يعني لازم اعباء ونعملها لما كنت براجع الاسئلة اللي جاتلي والتعليقات لان عارفين بتبقى احيانا كتير شوية فباخد وقت وفي رسائل كمان يعني بتجيلي سواء على الانستجرام او على الفيسبوك برضو من متابعات فانا بحاول اجمع الاسئله دي او الموضوعات دي على شكل تيمز يعني على على حاجات مشتركه واجمع فيها الاسئله دي واحاول ان انا اجاوبها كلها مره واحده النهارده جمعت كل الاسئله اللي جايه من المتابعات عن الانتاجيه والروتين اليومي اغلب المتابعات دول متزوجات وده يفكرني ان انا سالتكم السيدات اللي بيتابعوني هل انت متزوجه ربة بيت ولا متزوجه امراه عامله ولا مش متزوجه وامراه عامله يهمني ان انا اعرف انتوا وضعكم ايه في حياتكم علشان لما اجي اتكلم عن ايه موضوعات معينة تبقى موضوعات واقعية ايه تستفيدوا منها تمس حياتكم خصوصا ان انا اعتقد ان انا مريت بكل المراحل دي يعني في مرحلة كنت سيدة عاملة بشتغل موظفة ايه وعندي اولاد صغننين ببيهات يعني الفرق بين ولادي سنتين فتخيلوا يعني في فتره من الفترات كنا بنجيب مقاسين دايبرز في فتره من الفترات كنت قاعده في البيت في فتره من الفترات كنت بشتغل في الشركه بتاعت جوزي بعدها بشويه عملت انا شركتي طبعا تدرجت في المناصب ما بين مهندسه صغيره لمديره اداره اللي كمان فايس بريزيدنت في شركه في شركه كبيره فيعني اعتقد ان انا اقدر اتكلم على كل المراحل دي المهم خليني اجمع النهارده كل الاسئله اللي سالتها او الموضوعات اللي اقترحت عليا اللي تخص بانتاجيه الست السيده اللي في البيت سواء بتعمل او لا تعمل ازاي تبقى منتجة ازاي تحافظ على بيتها نظيف انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده و كنت معتقد ان انا تناولته بالتفصيل وان انا قلت كلام كتير لكن مع وجود الاسئله اللي جايه واضح ان في بعض النقاط محتاجه توضيح فقلت عايزه الم كل ده في فيديو واحد وهشارككم بالتفصيل ايه اللي انا بعمله وجدولي على فكره ما يعني ما فيهوش اختلافات كتير فاعتقد ان الكلام اللي انا هقوله هيصلح كاساس فاونديشن كاساس لكل واحده فيكم ان هي تظبط بقى على حسب حياتها تزود حاجه هنا تنقص حاجه هنا وهكذا سؤال جاني المتابعه عايزه بالتفصيل آه روتين تنظيف البيت اليومي انا هتكلم عن روتيني انا آه يمكن آه بعضكم عندكم روتين احسن آه منه آه يا ريت تشاركونا وتقولولنا لنا آه وهم آه كام واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته ست مهام فقط بعملها خلال اليوم كل يوم كل يوم كل يوم المهام التنظيف دي آه هي اللي بتخلي الـ الـ البيئه الداخليه في البيت هاديه شويه اقدر اتحكم فيها اكتر إيه ماجيش في يوم ابقى حاسه ان ايه ده الدنيا كلها مكركبه لو انت النهارده إيه بيتك مكركب خالص وملخبط والكلام ده كله اهدي اعملي الست مهام دي كل يوم إيه لمده شهر وهتشوفي الفرق الرهيب اللي هينعكس على بيتك وعلى حياتك. أول حاجة أول ما بصحى من النوم ترتيب السرير، طبعا بفتح الشباك بهوي البيت أحيانا بنبقى في الشتاء ما نقدرش نفتح ال... الشباك بس بحاول أعمل أي نوع من التهوية وأرتب السرير وعودت ولادي كمان إن هما يرتبوا السرير أي نعم أحيانا بينسوا لكن في أغلب الأيام اول ما بيصحوا من النوم بيرتبوا السرير بتاعهم ترتيب السرير مهم جدا جدا اكبر حاجة اكبر قطعة اساس في اوضه النوم هو السرير بحس انه لما بيترتب بيعمل فرق كبير خالص وترتيب السرير ما بياخدش وقت خالص خاصة مع الملايات الجديدة اللي هي اللي فيها استك الالاستك اللي تروح على طول متثبتة حوالين المرتبة متعوديش بقى زي زمان بقى نقعد نعمل والهوسبيتال كورنر اللي هي زي طريقة سرير المستشفيات والكلام دو ما عادش خالص فأول حاجة بعملها كل يوم كل يوم كل يوم إن أنا برتب السرير وعودت ولادي انهم هم كمان يرتبوا السرير بتاعتهم لو انا صحيت بدري وجوزي صحي بعد مني بيرتب السرير اي نعم ترتيبه مفعكش معلش مش مشكله بس بيرتب السرير ممكن انا بقى ايه بعد شويه كده ممكن ادخل انا ايه اظبطه شويه آآ آآ تاني مهمه لازم اعملها كل يوم هو انا ان انا بغسل المواعين بعد كل وجبه آآ بعد ما بنتغدى بطبخ وبعمل وبوسخ كل اللي انا بوسخه وبنقعد على السفرة بناكل وجبتنا وبعد كده بنجيب بن بن الاطباق والحاجات للمطبخ بروح واقفة عاملة اول غسلة مواعين ودي يمكن بتبقى اكبر اللي هي الغداء اللي هي الوجبة الـ الـ الدسمة اللي فيها بقى حلل وقلي وبصل وحاجات زي كده آه آه وبخلصها المره الثانيه اللي بغسل فيها المواعين بتبقى في مع الوجبه الثانيه احنا بناكل وجبتين اتنين بس في اليوم آه حتى قبل كده لما كنا بناكل فطار وغدا وعشاء آه برضو كنت بغسل آه هما مرتين لان في الفطار عشان انا كنت بشتغل ما كنتش بلحق ان انا اعمل الكلام دوت كنت بسيب المواعين في الحوض اه كنت بسيب المواعين في الحوض لغايه اما ارجع من بره ولما نتغدى اروح اغسل كل حاجه مع بعض الحاجات اللي بتسهل لي موضوع المواعين ده نوعيه الاوعيه والاواني والحلل والحاجات دي اللي انا بغسل فيها سوري اللي انا بطبخ فيها انا ما عنديش ألمونيا خالص 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 اي هيت ما بحبوش ممكن اجيب سيراميك ممكن اجيب ازاز ممكن اجيب طبعا تيفال و واللي هو الصاج اللي متغطي بالانامل من جوه إيه ما بكحتش الحلل بتاعتي بستخدم المعالق الخشب فدي بتخلي تسهيل الحاجات الصعبة دي سهل جدا 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 إيه الحاجة التانية ان احنا إيه بناكل دايما في اطباق صيني وعادة غسل الاطباق الصيني بيبقى اسهل بكتير قوي من اي نوعية تانية من الاطباق يبقى دي المهمه الثانيه اللي انا لازم اعملها كل يوم ان انا بغسل المواعين ورا كل اكله ليا لي صديقه مثلا من الصديقات تقول لي انا ما يكون في حاجه في الحوض فسواء بقى معاد اكل مش معاد اكل لازم أنظف الحوض على طول والله لو انتي من من النوعيه دي من السيدات برافو عليكي احييكي تحيه جامده خالص المهمة الثالثة هي ان انا بعمل غسلة غسيل يمكن ده بيختلف شوية احيانا ما بيبقاش عندي مثلا غسيل كتير يعمل غسلة خلاص اوكي حلو اليوم ده مش محتاجة لكن عادة بيبقى في غسلة غسيل خصوصا لما الولاد بيتمرنوا بيروحوا بره بيجوا الحاجات اللي لابسينها فيها عرق بيغيروا مرتين في اليوم آه 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 كل الحاجات دي فبعمل غسلة غسيل في الغسيل في ثلاث اصناف يا اما ابيض بس يا اما الوان يا اما غوامق اسود آه بني آه رمادي غامق الكلام ده كله ما بعودش بقى اعمل آه آه هدوم جوزي لوحدها هدومي لوحدها وهدوم الولاد لوحدها في ناس بترتب بالشكل ده انا هو كده يا ابيض <applause> يا اسود يا الوان وخلاص الل اللي متكوم اكتر ايه ويعمل غسله هو ده اللي بيدخل في الغساله ايه بتتغسل ولما بتنشف ايه ولما بتطلع وبتنشف ايه بطبقها على طول وبحطها في مكانها احيانا احيانا ببقى مشغوله بنبقى خرجنا ايه لما كان بيبقى عندي شغل ايه ممكن الغسيل يستنى لاخر اليوم التطبيق والكلام ده فيعني برده خلي الواحد ايه فلكسبل بس نحاول ان احنا الهدوم النظيفه الجميله اللي تعبنا في غسلها نطبقها على طول ونحطها في اماكنها يبقى دول الاثنين في بعض على فكره المهمه الثالثه والرابعه المهمه الخامسه بقى هي ان انا بعمل ترويقه سريعه معاد الترويقه السريعه دي بيعتمد على الحياه في بيتك شكلها ايه امتى الوقت اللي بيبقى البيت مكركب اكتر من اي وقت تاني هو ده الوقت اللي تختاريه ممكن في بعض الاحيان بروح عامله ترويقتين في اليوم ترويقه في نص اليوم لمثلا الليفينج روم غرفه المعيشه اللي احنا قاعدين فيها وبجيب كتابي وبجيب اوراقي وابني يجيب الجيمز بتاعته والكلام دوت في نص اليوم ترويقه سريعه كل حاجه تتحط في مكانها وقبل ما انام بحاول برده ان انا اعمل الترويقه السريعه دي عشان لما اصحى من النوم الصبح ما ابصش كده اه يا الله الدنيا مكركبه ويبقى عبء امبارح مع عبء النهارده والدنيا ملخبطه فالترويقه السريعه دي يعني يا كل حاجه تك 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 في مكانها صدقوني احيانا بتاخد اقل من خمس دقايق احيانا بيبقي سطح واحد بس هو اللي دايما بيلم الكركبه إيه لو روقته خلاص الدنيا بتهدى إيه اخر حاجه بقي بعمل مهمه اسبوعيه واحده وده بقي يدخلني في المهام الاسبوعيه انا اتكلمت دلوقتي علي المهام اليوميه اللي انا بعملها كل يوم كل يوم كل يوم, كل يوم. ندخل بقى على المهام الاسبوعيه في المهام الاسبوعيه يا اما نعملها على حسب المكان يعني اوضه اوضه او مكان مكان في 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 الشقه او في البيت يا اما بال بال بالعمل نفسه الفاكيوم الكنس بس المسح الحيطان الدواليب كذا 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 فانا جربت ده وجربت ده وده ينفع وده ينفع الاساس هنا هو هو اللي بيريحك واللي بيسهل حياتك لكن الاهم هنا هو ان احنا نسستم ان احنا نعمل سيستم نعمل نظام والتكرار مش ملل التكرار بي بيخلينا خلاص ما نفكرش النهارده ايه ده دخلني بقى ايه في المحامى هقولها لكم واحده واحده النهارده ايه النهارده الاثنين الاثنين ده يوم اوض النوم بغير الملايات بغير ملايات السرير بتاعي وبقول للولادي يغيروا ملايات السرير بتاعتهم لو أولادك صغيرين ساعديهم أنهم يغيروا الملايات بتاعتهم بلمع أي أسطح خشب بجيب البخاخ بتاع الخشب وبلمع أي أسطح وأي مكان محتاج تلميع مثلا بنضف الشباك بتاع أوضة النوم بردو بجيب المكنسه واحط اللي هي القطعه الخاصه بـ بـ مش بتاعه الارض بتاعه الستاير او بتاعه الشبابيك او الكلام دا وبخلصه آه بلمع المرايات آه لو في كركبه احيانا كده بيبقى فيه كورنر في كورنر كده في اوضه النوم تبص لقوم يبقى اروح مظبطه الكركبه دي وكل شوية اروح لأولادي اقول لهم اعملوا الحتة دي اعملوا الحتة دي اعملوا الحتة دي لو اولادك صغيرين تابعيهم وعلميهم تعالوا نرتب الالعاب تعالوا نحط كذا 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 آه من ضمن الحاجات مثلا بخلي ولادي ينزلوا يبصوا تحت السراير احيانا بيبقى فيه شراب ملبوس وقع آه آه حتة ميكانو آه مش عارف اوراق حاجات زي كده يلموا الحاجات دي فيوم الاثنين ده يوم اوض النوم آه بدلها من نص ساعه لساعه لربع ما بديش اكتر من كده اللي بقدر اعمله في خلال النص ساعه او الساعة لربع دي هو ده اللي انا بعمله يوم التلات ده يوم الليفينج روم نفس الحكايه بحاول المع اي اسطح من الخشب بلمعها لو في تابلوهات فيها ازاز او في مرايات بلمع المرايات إيه بحاول اشفط التراب من الكورنرز وال 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 والحتت اللي مستخبيه والكلام دوت إيه لو في كركبه في كورنر ما بحط يعني بظبطها إيه في مجلات مثلا خلاص اروح رمياها إيه اوراق ما محتاجينها اروح رمياها إيه بكنس ساعتها إيه اه يعني برده في يوم الاثنين في اوض النوم كنست برده الارض كنسه معتبره اليوم الثلاث بكنس الليفنج روم كنسه معتبره ساعتها بقى في اليوم ده اللي هو ممكن اشد الكنبه واشفط من وراها اقلب السجاده واكنس من تحت منها والكلام ده يوم الاربع ده يوم الحمامات عندنا حمامين الولاد بيعملوا الحمام بتاعهم انا بعمل الحمام بتاعي انا وجوزي في بدايه اليوم بروح رشاه بشيل كل الكراكيب اللي فيه اه وما بخليش بره حاجات كتير يعني صينية او باسكت ممكن تحطي باسكت وتحطي فيها الحاجات وبرده تبقى حاجات محدودة شنطة للميك اب وفي شنطة للكريمات بدل ما اسيب الكريمات يعني بعترف كل حته بلمها في شنطه صغنونه شنطه الميك اب دي اللي بتبقى جميله دي وبحطهم حاطه باسكت كده صغيره بحط فيها الفرش بتاعت الميك اب بتاعي المهم كل حاجه محتواه جوه حاجه ده بيبقى سهل جدا في اليوم الاربع ده اللي هو يوم الحمامات واقول لاولادي نفس الحكايه روقوا الاول شيلوا اي كراكيب شيلوا اي هدوم متوسخه فشفشوا كل حاجة هاتوا مالتي اللي هو البخاخ اللي ينفع لجميع الأسطح بخوا كل حاجة لو في حاجة معينة بخاخ معين بتعملوه للدش أو أو للأحواض أو حاجة زي كده وباجي بعدها بشوية يبقى الحاجات دي بقت تشتغل وتسيح الجنك والحاجات البلاوي اللي في الحمام اجي بقى بعد شوية برضو لابسة الجوانتي بتاعي ومبحطش كيميكالز مؤذية عشان يعني انا عندي حساسية فظيعة وأروح تك 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 مسح كل حاجة وكنسة الارض ومسحة الارض ويبقى كده يوم الحمامات ما بفكرش فيه تاني غير في الاسبوع اللي بعده لو آه استهلاكك للحمامات اكتر بتحتاج تنظيف اكتر ممكن تخصصي له يومين في الاسبوع مع مثلا يوم خفيف تحطي معاه برده ترتيبة للحمام بسرعة بسرعة كده خلصنا يوم الاربع يوم الخميس ده يوم المطبخ اللي برتب فيه المطبخ بشوف التلاجة اذا كان فيها حاجات حاجات اكسبايرد حاجات باظت بطلع الحاجات من الارفف واروح رشاها ومسحاها ومنضفاها وحط فيها بيكنج صودا عشان الريحة برتب المطبخ بشيل اي كراكيب برضو ببخاخ بفشفش دواليب المطبخ الاسطح الكلام ده كله بكنس الارض بمسحها يعني تنظيفه كامله يوم الجمعه ده يوم المكتب مكتب جوزي ومكتبي الفتره اللي فاتت كنت بتساهل في موضوع مكتبي وفجاه اكتشفت ان المكتب مكركب جدا جدا وان انا مش قادره اقعد اشتغل عليه عشان كده كانت انتاجيتي في الشغل والحاجات دي كانت في الضياع لان مكتبي انا سبته وما عملتوش في يوم الجمعه اللي هو اليوم اللي انا مفروض اعمله برده نص ساعة ساعة لربع ربع ماكسيموم كل حاجة تتحط في مكانها كتب ترجع مكانها اوراق أه. أه. تتقرشف أه. او تترمي في الزبالة أه. المكتب يتلمع التراب يتنضف أه. الارض تتكنس كويس وخلاص وما بقى في المكتب تاني غير يوم الجمعة اللي بعده نيجي بقى ليوم السبت ده برضو يوم الويك اند فبحاول اخلي اخف حاجة ليوم السبت انا مش من الستات اللي هي تحول يوم الويك اند دول يلا هننظف بقى وهنقلب البيت والكلام ده هو يوم السفرة لان السفرة اعتقد انها بتبقى اخف اوضة لان هي فيها الترابيزة فيها البوفيه بظبط دوا كله وبكنس الارض كويس قوي يوم الحد بقى ده يوم الحاجات اللي وقعت يعني لو في حاجة في وسط الأسبوع ما قدرتش ان انا اعملها كنت تعبانة كنت مشغولة كان عندي حاجة اهم او خلاص يوم الحد هعملها بحيث ان انا لما ابتدي بقى يوم الاثنين اللي هو الاسبوع اللي بعده ما تبقاش في حاجة متراكمة قوي عليا فده روتين التنظيف اليومي وروتين التنظيف الاسبوعي آه سؤال جاني اللي هو كيف اجعل بيتي نظيف ومرتب دائما انا عامله فيديو مخصوص وسبحان الله هو ده العنوان وكتبت فيه على بعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نحافظ على بيتنا نظيف ومرتب دائما انا هحط لينك للفيديو دو عشان ما تاني لكن في نقطه بقى مهمه جدا لو تتخيلي ان في اي بيت في الدنيا حتى باكنجام بالاس بتاع الكوين اليزابيث ان هو منظم ومرتب طول الوقت تبقي غلطانه آه مفيش حاجه اسمها منظم ومرتب طول الوقت الا زي ما كناش عايشين فيه لو البيت فاضي ما بني ادمين هيبقى منظم ومرتب زي ما سبناه آه علشان كده مثلا آه بيتي اكثر نظافة واكثر ترتيبا لما نبقى مسافرين وراجعين لاني بسيب البيت نظيف فلما نبقى راجعين من السفر يا سلام يبقى كل حاجة نظيفة وجميلة و... <applause> ثواني و... ويبتدي يتفركش تاني فما تبقيش قاسي على نفسك إيه لو بيتك خلال اليوم بيبقى مكركب شوية مش عارف ايه لو لو وظبتي على المهام الروتينية دي اليومية مع المهام الأسبوعية البيت هيبقى أنضف وهيبقى اكثر ترتيبا وكمان لما تحبي تنضفيه في اي يوم من الايام هتستقبلي ضيوف جوزك جايب حد معاه من الشغل اخت جوزك هتعدي عليكي تشرب معاكي الشاي هيبقى سهل جدا جدا الموضوع يتلم يعني في, في في وقت بسيط فما تبقيش قاسي على نفسك ادي نفسك كده الشهر ده واظبي على الروتين اليومي والمهام اليوميه مع المهام الاسبوعيه هتبقى والله في اقل من شهر هتلاقي ان ان البيت بقى كويس اوي السؤال الرابع كيف انظف بيتي بسرعه دي صديقه من الصديقات بعتت لي وبتقول لي ان هي عندها اعباء وان هي بتساعد في يعني هي في قريه وبتساعد في حيوانات البيت والكلام ده كله كلنا نفس الحكايه ما حدش فينا عايز يقعد طول النهار ينظف عندنا حاجات اهم ازاي تنظفي بيتك بسرعة انا بسميها الثري كامبينز او التلت حملات لتنظيف اي اوضة آه، تدخلي اول حاجة تلمي كل حاجة مش موجودة في مكانها دي اول حملة تلمي كل حاجة مش موجودة في مكانها وتحطيها في كورنر في ركن ما تفكريش دلوقتي فيهم الركن ده هترجعي له بعدين بعد ما تلمي كل حاجة مش موجودة في مكانها وتحطيها في ركن ترجعي بقى تحطي كل حاجه بقى في مكانها إيه لو حاجات تخص هذه الغرفه تحطيها في الغرفه دي في اماكنها لو حاجات لا تخص هذه الغرفه تاخديها بره وتوديها مكانها الحمله الثانيه هي التنظيف من فوق دايما نبتدي ننظف من فوق لتحت من اليمين للشمال لو أنتي بتشتغلي بايدك اليمين ومن الشمال لليمين لو انت بتشتغلي بايدك الشمال من فوق لتحت يبقى اي تراب انا هنضفه من فوق هينزل على تحت ف يعني ما خلاص يعني من فوق ومش بعد ما انضف انا مثلا الترابيزه اروح منظفة الشباك فتتوسخ تاني من فوق لتحت ومن اليمين للشمال عشان ما فوتش اي حته في الـ الـ الاوضه او العكس فمثلا هياخد البخاخ وامشي من اليمين اى حاجه محتاجه تتبخ وتتلمع همشي خطوه خطوه وبعد كده بقى الحمله الثالثه بقى هي الارض اخر حاجه هي الارض اكنس ازق العفش واكنس من وراه امسح الارض افرشها يبقى دي الثلاث حملات اللى ممكن تنظفي بيها اي اوضه بسرعه ليه ما بنشتغلش بسرعه احيانا بيبقى الشغل كتير قوى وان الحاله متدهوره في هذا المكان فنعمل ايه نصبر على نفسنا شويه لغايه اما نشتغل الشهر ده في المهام اليوميه والمهام الاسبوعيه لما يبقى فيه سيستم هيقل الشغل كتير قوي فنقدر نخلص بسرعه الحاجه الثانيه ان احنا نكون منظمين ومرتبين الحمله الاولانيه زي ما قلت لكم لموا اي حاجه مش في مكانها وبعدين رجعوا كل حاجه مكانها الحمله الثانيه وهي التنظيف التراب وتنظيف الحاجات من فوق لتحت وبعدين من اليمين للشمال تنظيف اي حاجه من اليمين للشمال وفي الاخر خالص الارض بكده هتلاقوا نفسكم العمليه منظمه ومرتبه وخلصتوا بسرعه من ضمن الحاجات مثلا ان ابتدي بالمهام اللي بتاخد وقت سريع. في هنا مدرستين مدرسة تقول لك ابتدي بأكبر عبء في اليوم دي يمكن أنا لقيتها في الحاجات اللي هي محتاجة تفكير أكتر اللي هي الحاجات الانتلكتشوال اللي أنا محتاجة فيها كل طاقتي علشان أفكر وأعمل فببتدي بالمهام الصعبة الأول لكن في التنظيف والحاجة اللي بتا... الـ 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 الأمور اللي بتحتاج طاقه جسديه اكتر بحيث ان انا لو خلصت المهام الصغيره الاول بنجز اكتر فدي آه, اه في سيده جميله خالص سالتني بتقولي ازاي احدد اولوياتي كل يوم كانت الكلمه المفتاحيه هنا هو هي كل يوم ازاي نعمل الكلام ده كل يوم برده انا عملت فيديو. على طريقه الرئيس ايزنهاور في تحديد الاولويات كل يوم طريقه كان بيستخدمها كل يوم انا نفسي بستخدمها كل يوم بعد ما بعمل قايمه المهام بتاعتي وبكتب انا عايزه اعمل كذا وكذا 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 بحطهم كلهم في ورقه واحده شايفين هي دي الورق اللي انا بستخدمه طبعا عندي بلانر وبحط فيه حاجات بس باخد الكلام ده واحطها في حته ورقه صغنونه كده واكتب كل حاجه عايزه اعملها. وابتدي اقيم المهام دي حسب الاهمية وحسب مدى الاستعجال ال... وابتدي بالمهام اللي هي مهمة ومستعجلة هي دي اللي خلصها الاول وبعدين المهام اللي هي مستعجلة بس اقل اهمية وبعدين المهمة بس مش مستعجلة او يعني ممكن اخد فيها راحتي اما بقى المهام اللي لا هي مهمة ولا هي مستعجلة بشيلها اصلا وما بشغلش بالي فيها لو عملتي الموضوع ده تك تك بسرعه بسرعه ان في سكندز في ثواني في هتكوني رتبتي في مخك ايه اللي انتي محتاجه تعمليه النهارده ايه الاولويات ايه اهم الحاجات اللي المفروض تعمليها وهي دي اللي تبتدي بيها وتركزي عليها فافتكروا ماتريكس ايزنهاور ماتريكس النقطه السادسه الفيديو طويل النقطه السته اه ازاي اتخلص من الكسل تاني انا عامله فيديو مخصوص عن الكسل ينفع للرجاله وللستات وللكبار وللصغيرين بتكلم فيه على الكسل واسبابه وانواعه ونعمل ايه مع كل سبب وكل نوع ولكن علشان انا مركزه النهارده على الستات اللي عندهم بيوت وعندهم اولاد ممكن او ما عندهمش هقول كذا نقطه اللي هي تساعدنا ان احنا نتخلص من الكسل الكسل عاده ممكن يكون ليها سبب مختلف من انا كسلي سببه مختلف عن كسلك وهكذا احسن حاجه في التخلص من عاده سيئه زي الكسل هو استبدالها بعاده ثانيه شوفي انت وقتك بيضيع في ايه اذا كان مثلا وقتي بيضيع في السوشيال ميديا بقعد ماسكه التليفون بتاعي واقعد افر فيه واعمل اعملي ايه استبدليها بعادة تانية ان انا مثلا هسمع كتاب مقروء او هسمع فيديو مهم وكويس وشيق وبيديني معلومات وانا بنظف او وانا واقفه بغسل المواعين مامتي كانت دايما دايما جنبها الراديو دايما تسمع زياره لمكتبه فلان ودايما تسمع الى ربات البيوت ودايما تسمع البرامج الجميله الثريه ويبقى في اغاني وت... وهي بتسمع قاعده يعني ايه وقاعده عماله بتشتغل في نفس الوقت انا بسمع حاجات تانية دايما بسمع كتب إستبدلي عاده بعاده يعني عاده عاده سيئه ولي والله العاده دي عاده سيئه انا ممكن استبدلها بحاجه تانية فكل ما تلاقي نفسك بتعملي هذه العاده اللي انت عايزه تتخلصي منها تفتكري وتقولي اه لا خليني اعمل كذا بدلها الحاجه الثانيه تنظيم الساعه البيولوجيه احيانا الساعه البيولوجيه بتاعتنا بتبقى مختلفه يعني ايه الساعه البيولوجيه ربنا سبحانه وتعالى ادى جسمنا القدره انه يبقى في تنازل انسجام وتناغم مع الكون وحركه دوره الشمس والقمر واحنا مش بنعرف دوة. لكن بنحس بيه يعني مثلا مش عارفة هل جربتوا مثلا انتوا تطلعوا جوه جبل فوق جبل لما بتطلعوا فوق جبل ويقل الضغط والاكسجين بنحس بحاجات لما بغير المكان ونسافر لمكان في بينا وبينه ساعات بحس ان انا جسمي متظبط على مواعيد المكان الاصلي اللي انا جاية منه مواعيد النوم والصحيان فتبص تلاقيني وانا في مكان مخالف صحيه بالليل ونائمه بالنهار لان جسمي لسه الساعه بتاعته على ساعه المكان اللي انا متعوده عليه شوفي الساعه البيولوجيه بتاعت جسمك شكلها ايه امتى بتبقي في اقصى نشاطك في ناس بيبقى, بيبقى اقصى نشاطهم الصبح الصبح بدري ده الوقت اللي ممكن يشتغلوا فيه ويعملوا فيه انا كانت جدتي إيه لما يبقى عندها حاجه كبيره قوي قوي في البيت تعملها بعد ما تصلي الفجر فكنت يعني الاقي يعني في مره كده إيه انا نايمه وقاعده عماله صاحيه صحيت على صوت جج 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 حاجه كده في ايه فروحت ادور عليها لقيتها في الحمام تعملي ايه يا تيتا ماسكه السفنجه وقاعده عماله تغسل الحمام تعملي ايه يا تيتا؟ الحمام قلت لها دلوقتي قالت لي اه صليت الفجر وقريت القران بتاعي وعندي طاقه ونشاط وانتوا نايمين دخلت على الحمام هو ده كان اقصى نشاط ليها انا النشاط اللي في اول اليوم دايما بيبقى نشاط ذهني ما بحبش اعمل حاجه جسديه ما اقدرش ببقى متنبله مش قادره فممكن بقى بعد الظهر بص لاقيني بكنس وبمسح وبعمل الحاجات دي فشوفي انت الطاقه بتاعتك على مدار اليوم شكلها ايه وامشي معاها النقطه التالتة جدولي يومك كل يوم الصبح كده جدولي يومك من الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا ومن الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا ومن الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا. مدام في حاجة متجدولة خلاص بقى هكسل ازاي يعني ده انا ملتزمة خلاص التودو ليست بتاعتي بتقول ان انا الساعة 11 هنضف كذا او الساعة 11 هكلم ماما او whatever فمش هتبقي كسلة انا النقطة الرابعة دي نقطة انا اتكلمت عنها قبل كده وهي هالت H A -L -T -T. بكررها كتير وهتلاقوها في فيديوهات كتير واللي متابعين كل فيديوهاتي تلاقيكوا زهقتوا من سماعها ولكن انا حسيت انها مهمه جدا لما يبقى اكلنا مش كويس هنجري لما نبقى جعانين او الاكل بتاعنا مليان كربوهيدرات فعلى طول الطاقه بتاعتنا متذبذبه آه ممكن نحس بالكسل لما نكون انجري لما نكون في حاجه مضايقانا حاجه مزعلانة بيبقى خلاص مستحوذ على دماغنا ما عندناش القدره ان احنا نفكر في حاجه تانية نشوف ايه الحاجه اللي مزعلانا ونريزولفت نحاول نصلحها او نحاول نقول اوكي ماشي انا زعلانه من ده هحطها كده على جنب بس برده هنضف البيت مش هخلي الموضوع هو يخليني اهمل في بيتي ويبقى بيتي مكركب. اتش اي ال لونلي او حسب الاهمال ممكن تكوني حاسه ان اي وحيده كلمي حد انا مثلا لما بكلم ماما بجيب الغسيل واقعد اطبقه وهي تبقى في المطبخ قاعده عماله بتعمل مش عارف ايه او بتعمل ايه على نهايه المكالمه تبقى هي خلصت اللي هي بتعمله وانا خلصت اللي انا بعمله والله برافو علينا احنا شاطرين وزي الفل فانا خلاص انا مش لونلي انا في حد بتكلم معاه في حد بيسال عليا لو حدش سال عليا انا اسال على الناس يعني خلاص ما حدش سال عليا مش مشكله انا اسال انا على الناس تي تايرد ممكن من قله النوم ولخبطه النوم تبقي تاير تبقي تعبانه او اشتغلتي حاجه كبيره قوي النهارده فخلاص طاقتك استنفذت مش قادره بقى تشتغلي في حاجه تانيه التي الاخيره وهي thirsty ودي حاجه احنا بننساها وهي ان احنا عطشانين جسمنا عنده جفاف جسمنا بيقول لنا ارجوكوا شربوني ميه انا عطشان فشوفوا الخمس حاجات دول وشوفوا يمكن دي تكون من مسببات الكسل انا خلاص نسيت العد النقطه اللي بعد كده وهو خدي خطوات صغيره مش النهارده انا هبقى حب... انا فرافيره العجيب هقوم اعمل الدنيا لا خدي خطوات صغيره وده يرجعني للروتين اليومي والاسبوعي ان دي كلها خطوات صغيره ولكن متكرره حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه قليل دائم خير من كثير متقطع لما نعمل خطوات صغيره ولكن يوم كل يوم كل يوم كل يوم احسن مية مره من ان احنا نعمل اعمال كبيرة قوي 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 وفي يوم يتبقى السرعة مية في المية واليوم اللي بعده زيرو اليوم اللي بعده آه واحد اليوم اللي بعده اتنين اليوم اللي بعده ثلاثة وبعد سنة ارجع اعمل تاني مية في المية لا انا عندي ان انا ابقى كل يوم خمسين في المية احسن مية مرة من ان انا اعمل كل حاجة وبعد كده مفيش آخر نقطة بقى آه هى كافئي نفسك لما تعملي حاجة أو لما تقرري إنك تعملي حاجة اعملي لنفسك مكافأة بعدها انا مثلا آه لما كان الجيم بتاعنا مفتوح دلوقتي طبعا مقفول عشان الكورونا فلما كان مفتوح كنت بشرب القهوة بتاعتي بعد منزل من الجيم آه مثلا انت مثلا صاحبتك بتحبيها و... وعايزه تتكلمي معاها قولي خلاص هغسل المواعين دي بعد كده اروح اكلم صاحبتي او هعمل كذا وبعدين هكافئ نفسي مثلا بكذا فكافئي نفسك اعملي نفسك كده بينك وبين نفسك المكافئات الصغنونه دي وكل ما تعملي حاجه كافئي نفسك آه, آه, اه جالي سؤال كيف لا اضيع وقتي في ما لا يفيد انا كان نفسي اعمل لكم التجربه دي بس ما عنديش كل المكونات تخيلوا كده كان في بروفيسور بيكلم الطلبه بتوعه وجاب لهم برطمان قال لهم له البرطمان ده مليان ولا فاضي قالوا له, له فاضي قال لهم له طيب خدوا الـ 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 الرمله دي حطوها حطوها البرطمان مليان ولا فاضي قالوا له لا لسه في حته فاضيه قال لهم حطوا الحصى ده إيه البرطمان مليان ولا فاضي قالوا له لا لسه في شويه حطوا حطوا الحجاره دي حطوا حجرين البرطمان ده مليان ولا فاضي قالوا له لا خلاص اتملى واو قال بس لسه عندنا كل الرمله دي وكل الطوب ده وكل الحجاره دي طب نعمل ايه الحجاره دي نحطها فين قالوا لا خلاص البرطمان اتملى مفيش مكان للحجاره الجديده اللي انت مديها لنا دي. قال لهم طيب جاب بقى برطمان تاني. قال لهم حطوا الحجاره الاول الكتل الكبيره حطوا الكتل الكبيره. قال لهم البرطمان ده مليان ولا فاضي؟ قالوا له مليان الحجاره مليته لغايه عينه. قال لهم طب خدوا بقى شويه الحصى ده حطوه فراحوا منزلينه فالحصى نزل بين الحجاره. وملاه لغايه الاخر ها البرطمان مليان ولا فاضي قالوا له مليان واخد الحجاره واخد الحصى كمان بعد شويه جاب لهم الرمله صبوا الرمله فنزلت برده في الشقوق بين الحصى وبين الحجاره ها البرطمان مليان ولا فاضي قالوا له مليان بس ايه حتمالة. بقى فيه الحجاره بقى فيه الحصى بقى فيه الرمله بعد كده بقى راح جايب لهم شويه ميه كمان فصبوا الميه ملت كل الفراغات اللي هم كده بقى البرطمان مليان يعني. يعني ايه تعالوا نفنطها واحده واحده الحجاره هي المهام الكبيره الحصى هي المهام الاقل الرمله هي المهام اللي مش مهمه خالص وطبعا الميه المهام اللي ملهاش اي اهميه تذكر فلو انا ابتديت وملئت البرطمان بالميه مش هيبقى فيه مكان دي اللي هي المهام اللي ملهاش اي اهميه خالص مفيش مكان في البرطمان للحاجات المهمه لو مليته رمله هياخد المكان كله مش برده مش هيبقى فيه مكان للـ للاماكن للـ للمهام المهمه والحاجات المهمه في حياتي نعكس الترتيب املي حياتك بالحاجات المهمه الاول اللي هي الحجاره اللي هي بترمز لها القصه بالحجاره انتي وقتك وطاقتك عامله زي البرطمان الفاضي ده ما تقدريش تزودي عنهم خلاص يعني انا يومي 24 ساعه اجيب اجيب له يوم اجيب له ساعه تانية منين ما فيش طاقتي هو دي طاقتي ما اقدرش اجيب طاقه اكتر من كده فاملي البرطمان الزمن والطاقه امليه الاول بالمهام الكبيره. الحاجات المهمه الاول وبعدين شوفي المهام اللي من الدرجه التانيه الحصى بقى الصغير لو والله لسه عندي وقت ولسه عندي طاقه ابقى اعمل المهام الصغيره الاول بقى التاني ولو اتبقى شويه وقت وشويه طاقه ابقى احط مهام الدرجه الثالثة وفي الاخر خالص يا حطيت المهام اي كلام او ما حطيتهاش مش مشكله. بس أبقى خلصت الحاجات المهمة الأول وده يرجعني للسؤال كيف لا أضيع وقتي في ما لا يفيد لما نعمل التدول بتاعتنا لما نعمل قائمة الأعمال بتاعة النهاردة ورتبها المهام الأولانية الكبيرة اللي هي مهمة وعاجلة واللي بعدها اللي هي عاجلة أقل أهمية واللي بعدها مهمة ولكن مش عاجلة واللي بعدها لا عاجلة ولا مهمة أشيلها خالص كده أبتدي بالحاجات المهمة الكبيرة الأول لما أخلصها ما يتبقى بقى من وقتي وجهدي ممكن أقسمه على الحاجات التانية طولت عليكم قوي معلش بس بس انا حاولت اجمع كل اللي ما يخص الانتاجيه والروتين وتضييع الوقت و... والحاجات دي كلها عشان نبقى ستات شطورات في نفس الوقت نبقى مرتاحين ما تبقاش الدنيا مكركبة ولا نبقى ايه روحنا في مناخرنا ولا الكلام ده خالص يعني ارجو ان لو في حاجة انا نسيتها فكروني واكتبولي تحت في التعليقات ويا ريت تشتركوا في القناة ويا لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وعلقوا تعليقاتكم بتسعدني جدا جدا وبحاول ارد على كل تعليق وتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك اكون سعيدة جدا جدا بصدقتكم دلوقتي بقى ايه نكمل لبسنا ونروح نشتري طلبات البيت اشوفكم بعد شوية